خلاف نورمار وقمر الطائي يشتعل من جديد. نعم مثل ما سمعتوا، معروف كيف كانت علاقة الصداقة القوية اللي كانت تجمع كل من نورمار وقمر الطائي قبل فترة كتير قصيرة، واللي تحولت ومن دون سابق انذار لعداوة بينهم، حيث ما صرنا نشوفهم مع بعض نهائيا وما بيجيبوا اسم بعض على ألسنتهم، وحكيهم عن بعض دائما ما بيكون بصيغة المجهول. فمؤخرا وبحلقة الثالثة من برنامجه 2 بالخلاط واللي كان فيها موفلوكس ضيفه بالحلقة، حكى نورمار عن شخص بيشوفه سيء وأزاه بشكل كتير كبير بحياته، ولكن رفض التصريح عن اسم الشخص. وقمر تصدرت قائمة التوقعات لدى الجمهور نظرا للخلاف اللي بينهم، حيث ورغم تواجدهم بدبي قبل فترة وقراب من بعض ما التقوا أبدا. وبعد أيام قليلة من تصريحات نورمار، نشرت قمر الطائي هالستوري وعلقت من خلاله بي: هالفترة صايرة موضة أي أحد تنزل مشاهداته يحكي بالعالم، حيث شاف الجمهور أنه الستوري كان مقصود وموجه لنورمار بالدرجة الأولى. وفتحت أيضا لايف قبل يومين وحكت من خلاله عن النفاق الكبير الموجود بعالم السوشيال ميديا. فشو رأيكم باللي صاير بين نورمار وقمر الطائي؟ السؤال وراء شنو أكثر شيء ضوجك بالسوشيال ميديا؟ والله أشياء لا تعد ولا تحصى. شوفوا بس هو أنا صريحة، تعرفوا يعني كلش صريحة، فأني أنا أشي بشكل كلش صريح. الدوجة نظري أنا كإنسان أعتبر مشهورة وأعرف المشاهير وكل شيء بالسوشيال ميديا، صار لي سنتين تقريبا، نفاق بيها وين نفاق، ويعني شلون أقول لكم، ما أعرف شلون أشرح، بس مرات السوشيال ميديا واحد من يتعمق بيها تصير أهم من العالم اللي حواليه، you know؟ يعني أكو ناس يزعجوني، أحس كلهم من المشاهدات. يعني مثلا أنا أو أي يوتيوبر ينجاب اسمنا أو تنجاب صورتنا بأي شيء، إحنا ما لنا علاقة فيه بس عم المشاهدات، هذا الشيء شوية مزعج، you know؟ فأكو عالم سوى إيش عم المشاهدات، فهذا الشيء ما حلو، وإنه أكو شوية نفاق يعني. بس مو أنا مدى أعمم، ده شيء بشكل عام يعني، أكو هواي عالم هيجي، هذا الشيء ما حلو بالسوشيال ميديا. يعني إذا دخلتوا بيها راح تضوجون، يعني أكو ناس متحمل هذا الشيء وأكو ناس تغلس. أنا خلاص نطش الوضع، لأني أصلاً بعيدة عن الموضوع. يعني أنا حتى بتركيا تشوفون قليل اليوتيوبرز، أكو كم يوتيوبرز منهم الزين منهم الموزين، بس أنا كقمر مثلاً بتركيا وحدي، فأحسن مبتعدة، يعني يعني ما بتعمق بهالسوالف لأنه ما أحب يعني شغلات بالسوشيال ميديا تصير كلش أوفر.